بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة وبرعاية فريق رياض الخير، أقامت الجمعية السورية للمعوقين جسدياً احتفالاً ضمن خطتها السنوية. هي الفعالية سببها هو الصراحة تسليط الضوء على قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة، ضرورة دمجهم بكل مجالات الحياة. تتضمن عدة أشياء الصراحة، رح نحكي بضمن الفعالية القانون السوري والقوانين التي تخص ذوي الاحتياجات الخاصة، رح نحكي عن إنجازات الجمعية السورية للمعوقين جسديا خلال 2021، شو قدمت هي على ذوي الاحتياجات الخاصة وأهليهم، كيف ساهمت برفع سوية ثقافة الأسر والخدمات كانت منوعة اللي تقدمت لهم. الصراحة كمان رح يتضمن قسم ثاني هي أنشطة للأطفال، أنشطة خيال الترفيهية وأنشطة أنه من حقك أنت تلعب ومن حقك كمان تتعلم ومن حقك تحصل على حقوقك. الجمعية السورية جمعية أهلية غير ربحية، بتهتم بالمعوقين جسديا حركيا بكل الفئات من الطفل الصغير للشيخوخة، بتقدم لهم المساعدات المعنوية والدعم النفسي والتجهيزات الحركية، التدريب تأهيل كمان بتقدم لهم، الرعاية، الدعم الصحي، كل شيء بيحتاجه ذوي الإعاقة نحن عم نقدم لهم إياه. وطبعا الشريحة المستهدفة هي المعاقين حركيا. الفعالية تضمنت نشاطات متنوعة وترفيهية لأطفال ذوي احتياجات خاصة، إضافة إلى ندوة حوارية للأهالي أكدت على ضرورة مشاركة المعوقين في كل مجالات الحياة. نحن النشاط تبعنا مقسوم لنوعين من النشاط، نشاط مثل ما انك شايفه خاص بالاهالي وهو التعريف بحقوق الطفل السوري اللي صدر بعام 2021 رقمه 21، ونشاط خاص بالاطفال اللي هو نشاط ترفيهي حركي وتلوين ورسم وموسيقى واغاني ولعب، وطبعا هيك حركات نحن والاولاد. والنشاط بالنسبه للاهل هو بدنا نعرفهم عن قانون حقوق الطفل اللي صدر حديثا. كأم يعني أنا عم بعمل المستحيل مشان أحسن دافع عن ابني بهالمجتمع، يعني بتعرفي كون المجتمع هون بيمزون للأطفال بهالفئة، يعني بينظروا للنظرة فوقية، لهيك أنا الحمد لله يعني متقبلة هالوضع وكتير قوية بهالشي مع ابني. يعني الله يشفيهم وعافيهم يشفي كمال الحياة انتو جمهوركم. هذا خطة تستهدف هذه المرة الأطفال مع أهاليهم لتثبت أن العمل مع هؤلاء الصغار ولأجلهم يتيح لهم المجال في بناء مجتمعاتهم.